أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، بحييكم تحية النعمة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح. اليوم رح نتكلم عن موضوع في غاية الأهمية، وهذا طبعا على رد تساؤلات كثيرة: من هو المسيح؟ شخصية وهوية المسيح، أو بالأحرى ألقاب المسيح. واليوم رح نتكلم على لقب المسيح، يعني يدعى المسيح، ولقب الكلمة، المسيح كلمة الله. والتعبيرين اللي ذكرتهم، المسيح كلمة الله، هذه لا تطلق على أي شخصية أخرى في الوجود، لا نبي ولا أي إنسان عظيم. فالمسيح هو الوحيد الذي تميز أنه المسيح الممسوح، المسيح. والمسيح هو الذي تميز أنه كلمة الله، كلمة الله بحسب بشارة يوحنا. أنا بدعوكم حتى تشاهدوا هذه الحلقة، إحنا بث مباشر على القناة الفضائية قناة الحياة، ولايف كمان على الفيسبوك، ففيك تتواصل معنا إذا عندك تساؤلات أو أي مداخلة. بحب طبعا كالمعتاد أسمع منكم، ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلا أحبائنا مشاهدينا، هذا الموضوع الهام جدا، موضوع المسيح كلمة الله. يسرنا أن أستضيف إلى برنامج ليكن نور القس شادي صالح، وهو رح يتكلم معنا في هذا الموضوع. القسيس شادي رجل الله، خادم للإنجيل، راعي كنيسة، وهو أيضا متخصص في هذه الموضوعات الدفاعية. أهلا وسهلا قسيس شادي، أنت معنا على الهواء. أهلا وسهلا فيك قسيس شادي. قسيس شادي أنت معنا على الهواء. طيب عذرا على هذا الخلل، خلينا نصلح هذا العطل وبرجع بعد هذا الفاصل. خلينا ناخذ فاصل وبرجع. هل تشعر اليوم بالوحدة؟ هل عندك مشكلة عائلية؟ لربما تمر بأزمة صحية أو تحدي مادي شديد. فريق الصلاة والمتابعة في خدمة نور لجميع الأمم على أتم استعداد أن يقف معك ويساندك ويصلي معك ومن أجلك، ويجيب على أي تساؤل أو استفسار لديك. لا تتردد، ارفع سماعة التلفون الآن واتصل بنا على الأرقام التالية: من جميع أنحاء العالم 1-905-335-1534، أو على الرقم المجاني 1-800-280-3288. من أمريكا 301-551-7642. من مصر 0122-026-6607. من لبنان 70
1-888-412. من المغرب 067-960-0709. من الجزائر 055-460-2031. من أستراليا 2-800-557-45. من فرنسا 176-64-1295. من إنجلترا 203-002-5921. أو اتصل بنا مجاناً على سكايب lfam.nur، أو يمكنك الاتصال عبر الواتساب والفايبر على الرقم التالي 1-905-281-4428، أو أرسل لنا رسالتك على الإيميل nur@lfam.com. كما نشجعكم على زيارة موقعنا على الإنترنت www.lfan.com، ولا تنسوا متابعتنا على صفحتنا بالفيسبوك وكذلك قناتنا على اليوتيوب. وفي انتظار تعليقاتكم ورسائلكم، والرب يبارككم. أهلا أحبائنا مشاهدينا، مرة تانية برحب فيكم باسم الرب يسوع، وآسف على العطل الفني، إن شاء الله إنه تصلح وتزبط. هل القس شادي معي على الهواء؟ معك السيس نزار، مساء الخير لك ولجميع. مساء الخير، بس أنا مش شايف صورتك السيس شادي. أنا برضو مش شايفك السيس نزار، فأنا بس فقط سامع الصوت، مش عارف إيش المشكلة بصراحة. طيب برحب فيك قسيس شادي، وأهلا وسهلا. إسا صورتك بينت، شاب حليوة من أصول فلسطينية، ربنا يباركك حبيبي شادي. طبعا موضوعنا اليوم كتير كتير مهم، وهذه الموضوعات هي من تخصصاتك، المواضيع الدفاعية والشرح هذه التعبيرات والكلمات، ولا سيما التي تتعلق حول هوية يسوع المسيح. واليوم حديثنا عن المسيح المسيا، وطبعا يعني رح نبتدي في هذا اللقب، وبعدين رح نتكلم عن كلمة الله. فخلينا نبتدي بالمسيح. لما بتسمع كلمة أو هذا اللقب، ماذا يعني هذا اللقب؟ أمين السيس نزار، مرة تانية بحب أشكرك وبشكر جميع الإخوة الموجودين اللي بيجهزوا كل هاي الأمور التقنية، الرب يباركك. بالنسبة للقب المسيح، يمكن هو أكثر لقب شائع عن يسوع، يعني الناس ممكن ما تعرف كلمة يسوع أو اسم يسوع، ممكن يكون عندهم اسم تاني عنه، لكن لما بتذكر المسيح كل الناس بتعرف أنت عن مين بتتكلم. فهو أكثر لقب شائع عن هذا الشخص الفريد، سواء كان داخل المسيحية أو خارج المسيحية، أكثر شيء بيعرفوه أنه هو المسيح. وهو أكثر لقب تكرر حتى في الإنجيل عن يسوع، حوالي 530 مرة ذكر عن يسوع أنه هو المسيح، فلقب شائع جدا. اللقب تكرر بشكل كبير حوالي 530 زي ما قلت في العهد الجديد، وحتى أعرف شو يعني لازم ما أعطي أنا انطباعي، لازم أشوف الكتاب المقدس وخاصة العهد القديم ماذا كان يعني لما أطلق على يسوع كلمة المسيح، أو حتى في العهد القديم لما كان يذكر المسيح لليهودي المعاصر ليسوع الناصري، ماذا كان يتوقع من هذا الاسم أو يعرف عن هذا الاسم؟ أكيد طبعا قسيس شادي، يعني إحنا بنعرف أنه لقب المسيح بالنسبة للتفكير اليهودي بيختلف عن التفكير في العهد الجديد، ولكنهم كانوا ينتظرون المسيح أو المسيح. يعني أنا بتكلم بلغتنا العربية نفس الكلمة العبرية مشيح أو مشيحه في اللغة العربية، بس كانوا بينتظروا مسيح. بعطينا الصورة لهذا اللقب في العهد القديم، وكمان لما بيتكلم عن المسحة، إيه المقصود من المسحة، إنه يصبح الإنسان مسيحا أو ممسوحا؟ أمين. كلمة مسيح جاءت من الفعل مسحة،
وأول مرة تذكر في الكتاب المقدس هي يقولها الله نفسه، يقول في تكوين 31 بيتكلم مع يعقوب بيقول له أنا إله بيت إيل حيث مسحت عمودا حيث نظرت لي نظرا. فبتكلم الله مع يعقوب بيقول له أنا إله بيت إيل، المكان اللي أنت فيه مسحت عمود. فلما بنرجع للحادثة في تكوين 28 بنشوف أنه يعقوب لما كان طالع من بيت والده إسحاق وذاهب باتجاه حاران شاف هذا المكان وبات فيه، وفي هذا المكان شاف السلم في حلم، سلم عالية من الأرض إلى السماء، وشاف الملائكة تنزل وتطلع على هاي السلم، وشاف الرب واقف عليها، فقال ما أرهب هذا المكان، هذا بيت الله، هذا باب السماء، وسمى هذا المكان بيت إيل. لكن مذكور في العدد 18 و19 من تكوين 28 بكر يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عمودا وصب زيتا على رأسه، على رأس الحجر. فهون كلمة صب الزيت هي هذه المسحة. فالمسح معناته في الكتاب المقدس هو تكريس هذا المكان أو هذا الشيء لله. فأول ما ذكر ذكر عن الأشياء، أنه مسح الأشياء، مسح الآنية، مسح خيمة الاجتماع، لكن أيضا بنقرأ بعدين أنه صار يمسح في الكهنة والأنبياء والملوك. في العهد القديم نرى أنه هاي الثلاث شخصيات الكهنة والأنبياء والملوك كانوا يمسحوا بدهن خاص، حتى دهن مركب بطريقة خاصة بسموه زيت المسحة أو دهن المسحة، ويمسح بمعنى يكرس هذا الشخص لله. فهذه كلمة المسيح، المسيح معناها مكرس بالكامل بحياته لله، هو مرسل من الله ليتمم غرض معين، وهذه معنى كلمة المسيح في العهد القديم. طبعا احنا بنعرف انه كانت تطلعات اليهود بالنسبة للمسيح يعني ممزوجة بالفكر الروحي ولكن ايضا بالفكر السياسي. المسيح الذي طبعا يركز مملكته من أورشليم لكي يملك على كل الأرض، لكن هل تغيرت الفكرة يعني بين ما العهد القديم أو العهد الجديد؟ خلينا نعرف أكثر عن فكرة المسيح أو الممسوح كما ذكرت. أمين. هو شخص كان منتظر، حتى بنقرأ عن تلاميذ المسيح إنهم كانوا ينتظروا هذا الشخص، اللي هم كانوا أغلبهم تلاميذ يوحنا المعمدان. مثلا نقرأ في يوحنا 1 أول إصحاح في إنجيل يوحنا مكتوب عن أندراوس أنه وجد أولا أخاه سمعان اللي هو بطرس فقال له قد وجدنا مسيا الذي تفسيره المسيح. فاليهود كانوا وما زالوا ينتظروا هذا الشخص اللي هو المسيح. حتى المرأة السامرية سيس نزار، ومبارح كنت بسمعك تتكلم عن المرأة السامرية، قالت للمسيح في إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع أنا أعلم أن مسيا يأتي وعندما يأتي يخبرنا بكل شيء. فالمسيح قال لها أنا الذي أكلمك هو. فحتى هي امرأة سامرية جنس بين اليهود وبين الأمم، هي أيضا كانوا ينتظروا المسيح وبقولوا أنه المسيح سيخبرنا بكل شيء. فالمسيح هو الشخص المنتظر من الكل، حتى باقي الديانات عندها تسامي مختلفة لهذا الشخص اللي رح يأتي ويخلص شعبها أو يخلص البشرية من مشاكلها ويقيم مملكة عادلة بارة. ففي نظر اليهودي كان المسيح شخص يأتي من نسل داود، ملك من نسل داود، سيأتي يقيم مملكة الله على الأرض. فكان شخصية منتظرة، وإن كان فيها بالفكر اليهودي في كانوا مش فاهمينها، لأنه مثلا بنقرأ عن مثلا في إشعياء 53 نقرأ أنه هذا المسيح محتقر ومخذول من الناس، لكن في نفس الإصحاح بعدين بنقرأ أنه الله بيقول أنه أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة. في إشعياء 2 مثلا أنه في وقته أنه لن يكون هناك حرب وأنه لن تستخدم السيوف، لكن بنقرأ مثلا في إشعياء 45 عن نفس الشخص بيقول أنه أنا بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبسط. فبشوفوا في شخصية المسيح هاي القسمين اللي كان يسبب لهم التشويش، كيف هذا الشخص نفسه القوي اللي راح يقيم مملكة الله على الأرض هو نفسه يكون هيك محتقر ومخذول من الناس. فكان عندهم مشكلة في أنهم يضعوا آلام المسيح وأمجاد المسيح مع بعض، لكن هم في فكرهم كانوا فقط ينتظروا المسيح الذي يقيم المملكة
مملكة إسرائيل. طبعا كان الكتاب في العهد القديم كمان بسمي مسحاء اللي هم الملوك، وحتى يعني بعض الناس تصاب بديش أقول بالتشويش، ولكن مش مفهوم الاصطلاح، لأنه الرب بيتكلم عن ملك الفرس الملك كورش في إشعياء 45 أنه مسيحي، وانت وضحت أنه تفيد التكريس أو التخصيص لشيء معين أو أداة الله بيستخدمها. تمام، وعشان هيك بنشوف أنه الملوك كانوا يمسحوا، الكهنة كانوا يمسحوا، الأنبياء كانوا يمسحوا، وأيضا كورش مع أنه أممي لكن أيضا كان مسيح، مكتوب أنه مسيح الرب. ليش؟ لأنه الله كان مخصصه بغرض معين اللي هو رجوع الشعب من السبي، زي نبوة ما تنبأ النبي إرميا. فكان الله أيضا مخصص كورش، وقد يمكن يكون كورش عرف من النبي دانيال كما يقال، ممكن أنه هو مخصص من الرب ليعمل هذا العمل، مع أنه لم يكن من شعب إسرائيل، لكن كان دائما هناك انتظار لشخص لن يتكرر، شخص سيأتي بطريقة فريدة، شخص عنده مقومات ومؤهلات فريدة لن تتكرر في كل البشرية. ما كانوا اليهود ينتظروا مثل هذا الشخص، لكن بتفكيرهم لم يستطيعوا تصور أنه هذا يسوع الناصري البسيط هو نفسه المسيح المنتظر. قسيس شادي، في الخلفيات اليهودية أو الفكر حتى في العهد القديم، كيف كان يفكروا عن شخصية أو هوية المسيح؟ هل هو شخص أو إنسان عادي؟ مع أنه أنت وأنا منعرف أنه في نبوات في العهد القديم اللي بتتكلم أو بتتنبأ في صريح العبارة عن ألوهية المسيح. أعطينا يعني هيك نظرة أو تصور كيف اليهود نظرتهم وتفكيرهم عن المسيح، هل هو إنسان عادي أم إله؟ هو بالتأكيد لم يكن إنسان عادي، حتى في وقت محاكمة المسيح في الليلة الأخيرة رئيس الكهنة بيسأل المسيح: هل أنت المسيح ابن المبارك؟ فهم عارفين أنه هذا المسيح هو ابن الله، المسيح الذي يأتي هو ممثل عن الله، هو رمز، هو صورة الله، هو ممثل عن الله، هو ابن المبارك، ابن الله. أكيد لم يكن شخص عادي. حتى مزمور 110 اللي هو المزمور اللي استخدمه المسيح في أسبوع الأخير حتى يرشد اليهود، خاصة الفريسيين اللي بيعرفوا الكتاب، عن شخصه، فقالهم إنه داود مين هو المسيح، ابن مين؟ فقالوا له ابن داود، لكن قالهم ما دام اب هو ابن داود، كيف داود يدعوه ربا؟ لما داود بيقول في المزمور 110: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدمك. فكيف يكون ابنه وهو يدعوه رب؟ فهو بشخصية المسيح في العهد القديم هو شخص غير عادي بلا شك، من النبوات المذكورة عنه في إشعياء لما بقول: يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. فكيف يكون هذا شخص عادي؟ أكيد لم يكن عادي، لكن اليهودي البسيط لم يكن يفهم هذه الأمور، لأن هذه الأمور تحتاج إلى إعلان من الله. لأنه في كتير قسيس شادي عندهم الاعتقاد أنه إحنا جعلنا من المسيح يعني إلها، وطبعا أنا دائما بتكلم في نفس العبارة، لو إحنا، لو المسيح إنسان أو مجرد إنسان وجعلنا منه إله، لقلنا أن هذا كفر وجحود. لكن الله بيختار أنه هو يأتي إلى عالمنا كالمسيح، ككلمة الله، رح نتكلم عن هذا الموضوع بعد قليل. فأنا لا يسعني إلا أن أشكر الله وأسبح وأمجد الرب. ولكن خلينا نوضح أكثر كمان الفكرة في العهد الجديد قسيس شادي، لأنه كان في نزاع حول الموضوع، ويقول الكتاب أنه حتى الناس انقسمت إلى قسمين: لعل المسيح متى جاء ممكن يعمل أعمال أكثر من اللي عملها المسيح، فإيه اللي شفناه في المسيح في العهد الجديد تثبت مسيحيته أو مصداقيته؟ في إشعياء 61 في نبوة عن المسيح بيتكلم على لسان إشعياء النبي، بيقول: روح السيد الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين،
أرسلني لأعصب منكسري القلب لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. والرب يسوع المسيح في لوقا 4 أخذ هاي النبوة اللي هي بتتكلم عن المسيح ونسبها إلى نفسه، وقال إنه اليوم تم هذا المكتوب في مسامعكم. نعم. فهو قال عن نفسه إنه هو عليه روح الرب، وإنه الرب أرسله ليبشر المساكين، أرسله ومسحه ليبشر المساكين. فهو أخذ هذا اللقب عن نفسه، وهو كان يجول يصنع خير. وهذا اللي قاله واحد من تلاميذ المسيح اللي هو بطرس، قال في أعمال الرسل 10: يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، لأن الله كان معه. فبنشوف المسيح هون مسح بالروح، مش مسح بالزيت زي العهد القديم اللي هو رمز إلهية، مسحة إلهية بالروح. وهذا تمت بالمعمودية، مسحة الخدمة، ابتداء الخدمة لما نزل الروح القدس في مشهد المعمودية على شكل حمامة. لكن في أمثال 8 قسيس نزار في هناك أيضا مكتوب أنه عن أنه في هذا الشخص مسح منذ أوائل الأرض، منذ البدء، منذ الأزل. في أمثال 8 بتكلم أنه أنا مسحته منذ الأزل، منذ البدء، منذ أوائل الأرض. فهو ممسوح حتى من قبل البداية، فهو قبل ما يبدأ أي شيء في هذا الكون وفي هذا العالم الكبير، قبل أي شيء المسيح كان موجود ومسح. طبعا مسح لعمل الفداء، عشان هيك بنقرأ أنه دمه معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. فالله لم يعني يأتي بخطة الفداء وكأنها خطة سريعة لأنه آدم أخطأ، لكن خطة الفداء كانت موجودة في ذهن الله قبل تأسيس العالم، وأنه الإبن، أقنوم الإبن، سيتجسد في ملء الزمان ويرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. طبعا بطرس كرر العبارة عندما سأل يسوع في قيصرية فيلبس من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان، طبعا كان جواب بطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي. والشيء العجيب أنه ما بعد هذه الكلمات: طوبى لك يا سمعان، إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات. فهذا الموضوع هو يعني إعلان إلهي حتى الإنسان يتقبله. ومرة تانية في يوحنا 6 لما كثير من اليهود قالوا هذا التعليم صعب، بعدين بطرس كرر نفس العبارة: نحن نعلم قد آمنا ونعلم أنك أنت هو المسيح ابن الله. وطبعا احنا بنعرف من إنجيل يوحنا قسيس شادي إنه هذا الصراع اللي كان بين اليهود وبين المسيح طبعا على هويته، ومنشوف انه عدة اشخاص شهدوا للمسيح انه هو المسيح، مثل ما ذكرت المرأة السامرية او بطرس في يوحنا 6 وهكذا. لكن هل فعلا المسيح هو كان عنده القناعة الداخلية انه هو المسيح وانه قال انا هو المسيح؟ طبعا طبعا 100%. وهذا المسيح احنا نؤمن انه هو الحق، هو قال عن حاله انا هو الطريق والحق والحياة، فكل ما يقوله هو الحق، فما اعلن فيه عن نفسه هو الحق. وهو قال للمرأة السامرية انا الذي اكلمك هو، وهو قال لسمعان بطرس قال له طوبى لك يا سمعان، انه وافق على كلامه انه انا هو المسيح ابن الله الحي. وكررها بطرس في يوحنا 6 زي ما تفضلت السيس نزار. وأيضا إنجيل يوحنا مكتوب في آخر الصحاح 20 إنه كل هذا الإنجيل كتب مكتوب حتى نؤمن أن يسوع هو المسيح ابن الله الحي. فهو المسيح هو ابن الله، ويسوع الناصري قال إنه هذا هو المسيح، أنا هو المسيح ابن الله. فهو وافق على تسميته بالمسيح 100%. ولما كان يعني يتكلم مع الفريسيين كان في مثلا في المزمور 110 اللي ذكرته قبل شوي، هو كان يسألهم عن نفسه مين هو المسيح، فكيف هو ابن داود وهو ابن الله. وطبعا يعني الخط الحاسم والفاصل في محاكمة المسيح أمام مجمع السنهدريم لما كان بيتكلم معاه رئيس الكهنة قيافة
سألوا سؤال مباشر وجها لوجه: أأنت المسيح ابن المبارك؟ فالمسيح قال: أنا هو إيجو إيمي، يعني نفس الكلمة اللي بتعبر عن ألوهية المسيح، يعني وافق على هذه الكلمة، يعني أنه هو فعلا المسيح. شو رأيك قسيس شادي؟ أمين، بلا شك هو وافق، ولهذا السبب السيس نزار هم طلبوا بصلبه، لأنهم اعتبروه جدف، كانوا يعتبروه يجدف، وهذا السبب اللي صلب المسيح. اللي بسأل أي أخ أو أي شخص بتابعنا أنه لماذا صلب المسيح؟ ما هي التهمة التي وجهت ضده؟ التهمة التي وجهت ضده بالنسبة لليهود في وقتها هي التجديف، لأنه هو ادعى الألوهية، هو ادعى أنه هو معادل لله، هو ادعى أنه هو المسيح ابن الله، هو ادعى أنه قبل ما يكون إبراهيم هو كائن، وهو قال عن حاله كلمة أنا هو، إيجو إيمي، اللي هي فقط يقولها الله عن نفسه. فهو تكلم عن نفسه باعتباره الله، باعتباره مرسل من الله، يمثل الله، باعتباره نفسه هو الله، فلهذا طالبوا بصلبه. حتى في المحاكمة الأخيرة هم سألوا: أنت هو المسيح؟ قال لهم: سترون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء. فهو أيضا قال عن نفسه: أنا ابن الإنسان. وبعدين فسألوا رئيس الكهنة: أفأنت المسيح ابن العلي ابن المبارك؟ قال له: أنا هو. فهو أكد على حاله أنه هو ابن الله ابن الإنسان، وأنه هو المسيح، ولهذا تم الحكم عليه بالصلب، لأنهم اعتبروه جدف. طبعا يعني احنا بنعرف انه اليهود بينتظروا المسيح، وطبعا كان بالنسبة لهم علامات معينة، مثلا المسيح هو الذي يبني الهيكل، المسيح هو الذي يوحد أسباط إسرائيل الاثني عشر، والمسيح هو الذي يفتح العيون دلالة على الخلاص، بالدليل انه يوحنا المعمدان عندما أرسل تلاميذ سأل: أأنت هو أم ننتظر آخر؟ أجاب يسوع وقال: اذهبا واخبرا يوحنا، العمي يبصرون. فكان تأكيد على مسيحانية المسيح، أنه المسيح، أنه المسيح. فبالنسبة لليهود المسيح هو المخلص، المسيح هو الملك، المسيح هو الذي يأتي من نسل داود، المسيح هو اللي بتتم في نبوات العهد القديم، المسيح هو الذي عنده سلطان، سلطان يخرج الشياطين، سلطان على الموت، على إقامة الموتى، وهذه كلياتها أثبتها الرب يسوع المسيح في شخصه المبارك. قسيس شاد، احنا رح نتكلم عن الكلمة بعد قليل، ولكن قبل ما أخذ فاصل، هل في شيء على قلبك بتحب يعني يعني تكمل في هذا الموضوع المسيح؟ يعني في شيء بتحب تشاركه؟ أمين. هو الشهادة عن المسيح جاءت من الكل، جاءت من تلاميذه، جاءت من مرأة سامرية، جاءت من رؤساء الكهنة في وقته، حتى جاءت من الأرواح الناجسة ومن الشياطين، اللي مكتوب عنها مثلا في لوقا 4:41 أنه كانت شياطين أيضا تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول: أنت المسيح ابن الله. فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون، لأنهم عرفوا أنه المسيح. فالكل كان يشهد عن هذا الشخص أنه هو المسيح ابن الله. وأهم نقطة السيس نزار في موضوع المسيح، مش أنه أنا أضع تصوري أنا عن هذا الشخص، أنا أقبل هذا الشخص وأفحص هذا الشخص كما ادعى هو عن نفسه. فأي شخص يأتي ليعرف من هو المسيح، من هو يسوع الناصري، يشوف هذا الشخص إيش يتكلم عن نفسه وإيش المعاصرين له تكلموا عليه، ويفحص في هذا الموضوع بإخلاص، وسيكتشف أنه هذا هو يسوع مخلص العالم، المسيح المنتظر. الغريب أنت عارف قسيس شادي، أنه أنا من فلسطين، من الأراضي المقدسة، وعشت في القدس، مع أنه أنا من الجليل بس عشت في القدس 6 سنوات. ولما بتروح إلى منطقة الهيكل، طبعا الهيكل هدم، لكن في حيط اسمه الحائط الغربي أو حائط المبكى، اللي هو عبارة عن الريتينينج وول، الحائط الماسك اللي كان بيمسك جبل المريا عندما بنى هذا الهيكل أو بناه أو رممه
هيرودس الكبير. فبتشوف تعبيرات في اللغة العبرية أنوروتسيم مشيخ عشاف، إحنا عاوزين بدنا مسيح الآن. فما زالوا يتطلعون إلى المسيح، ولكن للأسف مش المسيح اللي بتكلم عنه العهد الجديد اللي هو الرب يسوع المسيح. الرب يسوع مثل ما ذكرت جاء كحمل الله مخلصا فاديا متألما، أكمل عمل فداء. لكن في يوم من الأيام هذا المسيح يسوع المسيح سوف يرجع ليدين الأحياء والأموات. فالغريب أخ شادي أنه بتشوف أن اليهودي بينتظر المسيح، والمسيحي المؤمنين والمسيحيين بينتظروا المسيح، الشيعة بتنتظر المسيح طبعا بصيغة أو تعبير إسلامي معين، السني بينتظر مسيح لكن برضو بحسب تفسيره هو. حتى لما بتكلم مع أحبائي المسلمين مفهوم كلمة المسيح أو كلمة الله بتختلف عن مفهومنا إحنا. بتحب توضح هاي الحقيقة؟ أكيد أكيد بتختلف بشكل كبير سيس نزار. كلمة المسيح مثلا في القرآن ممكن تكون لها معنى ثاني، لكن عشان هيك طلبت أنه عشان تعرف المعنى شوف الناس اللي استخدموها في وقت المسيح شو كانوا يعنوا فيها. هاي هي حتى بالنسبة لموضوع كلمة الله، فإذا قلنا أنه المسيح هو أصلها يهودي، كلمة الله أو الكلمة هو أصلها يوناني، والرسول يوحنا استخدم هذا المصطلح كلمة الله عن المسيح أيضا، وقال أنه في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. فهو كما هو المسيح المنتظر لليهود هو أيضا كلمة الله المرسل من الله إلى العالم، هو صورة الله غير المنظور. يعني عاوز أقول كمان قبل الفاصل إنه الكتاب المقدس يسير بتناغم وتناسق، مش متناثر يعني مبعثر، لا، بتشوف إنه من التكوين للرؤية كله عم بيتسلسل وبيتمحور بوجهنا للشخص. فالعالم بينقسم يعني ما يعني صلب المسيح وما قبل أو صلب المسيح وما بعد. احنا طبعا ننظر للماضي بما فعله يسوع من أجلنا، لكن قبل صلب المسيح كانوا بينظروا للمسيح حمل الله، وطبعا هذا هو مشتهى الأمم توقعات الأجيال وعلى اسمه رجاء الأمم. قسيس شادي رح نأخذ فاصل قصير وبعدها رح نبتدي في موضوع المسيح كلمة الله. خلينا بنرجع بعد هذا الفاصل. أحبائنا مشاهدينا، حديثنا اليوم على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية موضوع المسيح كلمة الله، وفيكم تشاهدونا أيضا على الفيسبوك. وإحنا منرحب في التساؤلات، إذا عندك سؤال رح نفتح بعد قليل الهاتف فيك تتواصل معنا. قسيس شادي برحب فيك مرة تانية. إحنا حديثنا عن المسيح ودائما المسيح كلمة الله، كيف فينا نفهم إنه المسيح كلمة الله؟ إذا ممكن تشرح لنا هذه الفكرة، الكلمة شو بتعني؟ يعني معنى الكلمة هي جاءت في الأصل اليوناني لوغوس، واللي هي أجت منها كلمة لوجيك أو منطق. كان هذا مصطلح موجود في الفكر اليوناني أنه لهذا الكون هناك سبب وهناك تصميم وهناك منطق له،
وكانوا هذا يسموه اللوغوس. فهذه كلمة الكلمة، معنى الكلمة، فليس المقصود أنه هو المسيح كلمة الله، أنه هو كلمة خرجت من الله. ما بقال أنه هو كلمة من الله، لكن هو قال كلمة الله. والكلمة أو التكلم هي وسيلة التعبير، يعني أنا لما بعبر عن حالي أفكاري اللي ما حد بيعرفها غير الله، عشان الناس اللي حوالي يعرفوها بتكلم. زي ما بقول مثلا، في مثل بقول تكلم لكي أراك، يعني إذا الشخص ساكت لما يتكلم ما بتستطيع تعرفه، لكن لما بيتكلم بصير يعبر عن أفكاره وعن مكنوناته الداخلية بكلام، فيستطيع اللي حواليه يعرفوه. وأيضا التكلم وسيلة التواصل، زي ما بعمل مع حضرتك الآن، إحنا عن طريق نتواصل بالكلام. فهاي هي معنى الكلمة الله، إنه الكلمة الله هو الذي يعبر عن الله. كيف بدي أعرف مين هو الله؟ هذا هو الذي يعبر عن الله، هو كلمة الله. وأيضا التواصل مع الله هو عن طريق كلمة الله، لأنه الله عنده كلمة، عنده هاي الشخص هذا الأقنوم اللي هو يعبر عن نفسه، هو يعبر عن جوهر الله، صورة الله غير المنظور. فالله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. فهذا هو معنى الكلمة، هو خبر عن الآب، هو خبر من هو الله، فهو عبر عن الله وهو وسيلة التواصل عن الله. احنا بنعرف في بشارة متى وبشارة لوقا بيرجعوا لسلسلة نسب المسيح، طبعا بركزوا على النسل الملوكي، سواء في إنجيل متى وفي إنجيل لوقا، حتى بيرجعنا لآدم، يعني في تسلسل في سلسلة نسب المسيح. لكن في يوحنا بيرجعنا للأزل، يعني الفكر الإلهي، لوجيك في الفرنسي أو لوجيا اللي بتعني علم كمان. فإذا عم بيتكلم عن عمق شيء بطريقة بتختلف. وانت مثل ما اقتبست يعني قبل الفاصل، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. فإذا فيك توضح لنا هذه الفكرة، لأنه عادة يعني لما بتكلم مع أحباء المسلمين بقول لك إنه الله على كل شيء قدير، يقول كن فيكون. فهل كن فيكون تصح على شخص المسيح ولا على الخلائق ولكن المسيح متميز؟ تفضل قسيس شادي. أكيد لا، هو المسيح يذكر عنه أنه هو كلمة الله وليس كلمة من الله. والرسول يوحنا بقولنا أنه في البدء كان الكلمة. إحنا كنا بنتصور قسيس نزار أنه يقول في البدء كان الله، لأنه هي الصح، في البدء كان الله، لكن قال في البدء كان الكلمة. وكلمة كان هون أيضاً تعني شيء في الماضي أو حدث في الماضي ليس له بداية. فهو في البدء كان الكلمة، أي لما ابتدى كل شيء الكلمة كان موجود. بعدين بقول الكلمة كان عند الله، فهو علاقته بالزمن هو قبل الزمن، هذا الكلمة هو قبل الزمن. ولكن أيضا وين شو علاقته بالله؟ هو مع الله، هو عند الله. طب من هو؟ وهذا اللي بقول وكان الكلمة الله، في جوهره نفس الطبيعة الإلهية، له جوهر نفس جوهر الله، فهو كان الكلمة الله. عشان هيك في الآية اللي بعدها بقول كل شيء به كان، في هذه الكلمة كل شيء به، وحرف الباء حرف الجر هو يعني يفيد التعليل والسببية. فكل شيء بهذه الكلمة كان. وبعدين بينفي النفي الرسول يوحنا وبقول وبغيره لم يكن شيء مما كان. فكل شيء تكون بالكلمة، بهذا الأقنوم، بهذا الشخص اللي هو كلمة الله، وبغيره لم يكن شيء، مش فقط لم يكن شيء، مما كان. فالمسيح لم يتكون، لم يخلق، لكن هو موجود قبل الخلق، هو شارك في الخلق. نعم، هو كل مكتوب يا مكتوب عنه فإن فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، الكل به وله قد خلق وبه يقوم الكل. يعني هو مش بس انه الخالق، لكن كل شيء في هالوجود اللي بيصير بتناغم بانسجام، حتى الجاذبية والكواكب وكلها كلها متماسكة بكلمة الله. فهذا مهم جدا انه ندركه من خلال الكلمة. امين. وعشان هيك في رسالة العبرانيين بيقول حامل كل الاشياء بكلمة قدرته. نعم. قبلها بقول إنه هو بهاء مجد الله ورسم جوهره، أي هو صورة
طبق الأصل عن الله، مش صورة مشابهة لله، لكن هو صورة الله نفسه. يعني صورة الله هو رسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. والمسيح نفسه قال عن حاله جملة مهمة جدا قبل ما يقول في متى 11:28: تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال. الآية اللي كثيرين بيعرفوها من المسيحيين وغير المسيحيين، قال عن نفسه تعالوا إلي. قبلها قال كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف الآب يعرف الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلن له. فهذا تصريح خطير أستاذ نزار. يعني المسيح بيقول لا أحد يعرف الله إلا أنا، ولا أحد يعرفني إلا الله. فمن هو الذي لا يعرف، يعني يعرف الله بكل ما في الله إلا الله نفسه؟ فالمسيح يعرف الآب، الإبن يعرف الآب، والآب يعرف الإبن، والإبن هو الذي يعلن من هو الآب، لأنه هو كلمة الله، هو الذي يعبر ويتواصل مع الناس عن طريق شخصه. وطبعا بإنجيل يوحنا يعني واضح أنه الرب يسوع بيتكلم لأني نزلت من السماء، يعني واضح أنه كان فعلا يعني عند الله. عند الله يعني بتشوف هنا الأقنوم يعني مستقل في كيانه مع الله، مع أنه واحد في الجوهر من الأزل، ولكن بتشوف أنه في علاقة في شركة ولكن مستقل. كان الكلمة الله تعبير عن الجوهر، واحد مع الله. وطبعا يعني مهما حاولنا نفسر في المنطق البشري صعب أن نوصل إلى الله. منحاول نفسر في الأشياء اللي إحنا أو أعطيت إلنا أن ندركها من خلال الزمن، فالله خارج نطاق هذا الزمن. ولكن شيء واضح يعني انه مش بيكلم شيء متناقض، شيء يعني حتى كان مقبول حتى في الفلسفات القديمه. يعني انت ذكرت انه بالنسبه لليونان الفكر الالهي، العقل الالهي، المنطق الالهي، الحكمه الالهيه، ولكن اراد يوحنا اللي برضه عنده الفكر اليوناني يعني مطلع عليه، ولكن اراد ان يحارب بدعه اسمها بدعه الغنوصيين، اراد ان يظهر شخص المسيح، انه هذا الكلمة صار شخص، وهذا الشخص عم نشوف مجده، عم بركز على مجد المسيح، على شخص المسيح اللي صار معنا، اللي حل بيننا. امين. عشان هيك قال في العدد الاصحاح الاول عدد 14 الكلمة اللي هو تكلم عنها في الايات الاولى، انه في البدء كان الكلمة، بقول الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده. فهو في وقت معين هذا الكلمة أخذ جسد وصار مثلنا إحنا البشر، وعاش بيننا، وبقول رأينا مجده، مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحق. صحيح هو إنسان بقول يوحنا، لكن هو كان إنسان غير عادي، إنه مش بركز على الفكر والمنطق، لكن عاوز يقولنا إنه هذا اللي أنتوا هو شخص حقيقي فعليا جاء المسيح في الجسد. سؤالي إنه ليه فقط البشير يوحنا استخدم هذه التعبيرات؟ تعبير كلمة الله استخدمها الرسول يوحنا أكثر شيء، وتقريبا هو الوحيد اللي استخدم هذا التعبير. وأنا بتفاجأ أيضا إنه لما هو هذا التعبير الموجود في القرآن عن كلمة الله، فهو عن المسيح أنه هو كلمة الله، هو مأخوذ من إنجيل يوحنا اللي هو عادة يهاجم من الأحباء المسلمين على لأنه إعلانه الصريح عن ألوهية المسيح. لكن تصريح كلمة الله هو مأخوذ من هذا الإنجيل اللي هو عادة يهاجم. الرسول البشير متى كتب إنجيله لليهود اللي هو كتبه حتى يبين أنه هذا يسوع الناصري هو ملك اليهود، هو الملك المنتظر، هو المسيح المنتظر. مرقس كتب الإنجيل حتى يبين أنه هذا يسوع هو عبد الله، عبد المتألم اللي هو جاء يخدم الناس، لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. إنجيل لوقا بيذكر المسيح الإنسان اللي هو بيتكلم عن نسبه إلى آدم. إنجيل يوحنا بيذكر المسيح ابن الله، فإذا لوقا ذكروا ابن الإنسان، يوحنا ذكروا ابن الله، وتكلم عنه باعتباره أيضا كلمة الله. في رسالته الأولى قال عنه هو كلمة الحياة التي أظهرت
واحنا عرفنا هاي الحياه الابديه التي كانت عند الله واظهرت لنا. فهو اخذ هذا المصطلح اليوناني اللي كان شائع في هذاك الوقت، لكن بين انه هذا المبدا اللي هو الكلمه هو شخص الهي جاء الى عالمنا ومات وقام من اجلنا. وطبعا يعني لابد انه كل انسان يواجه المسيح يوما ما، لانه في سفر الرؤيا بيتكلم عن المسيح المنتصر، مكتوب عنه يدعى اسمه كلمة الله، يدعى اسمه كلمة الله. وطبعا هذا الحديث لكل أحبائنا، يمكن منحاول نفسر يعني لما بتكلم مع أحباء المسلمين يعني الله كن فيكون. طب هو ممكن أي شيء ممكن يكون الكلمة، إيش معنى إنه المسيح اللي اتخصص بهذا الموضوع؟ طبعا بيقتبسه آل عمران 45، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا وفي والآخرة ومن المقربين. وطبعا لغويا يعني طبعا ما فيك تفصل الكلمة مثل ما ذكرت عن الشخص عن الكيان، والهاء بتعود لله يعني كلمته. أوكي، الهاء بتعود لله، والهاء إذا بعد نسينا العربي ونسينا يعني بعتقد إنه ضمير مفرد غائب يعود على الشخص، يعود على الله. إذا لخبط في هاي سامحوني، بس لأنه القواعد العربية ابتدينا ننساها، ولكن يعني واضح إنه الهاء كلمته تعود على الله. فكيف نفصل الكلمة عن الذات الإلهية؟ تفضل قسيس شادي. هو أكثر اعتراض بيجي على موضوع أنه المسيح كلمة الله، أنه آدم أيضا الله قال له كن فيكون، لكن هل يذكر عن آدم أنه هو كلمة الله؟ وزي ما قلت اعتراض سليم 100%. لا، وكثير كلمات الرب قال كن فيكون، فهل كل كلمة فيها كن فيكون فعناته صار الشخص كلمة الله؟ هل أنا كلمة الله لأني أنا أيضا خلقت بأمر من الله؟ وحضرتك وكل المستمعين يستطيع أن يقول عن نفسه أنه هو أنا كلمة الله. ليش المسيح تميز بهذا؟ أعتقد اللي ذكر 3 مرات في القرآن اللي هو أنه هو كلمة الله. ليش تميز المسيح أنه هو كلمة الله؟ عشان هيك برجع بقول عشان نفهم كلمة الله ما فقط نقرأ ما يقرأ لنا، لكن نشوف المسيحيين لما استخدموا هذا المصطلح ماذا كانوا يقصدوا منه. لما الكتاب المقدس ذكر أنه يسوع الناصري هو كلمة الله، شو كان يقصد منه؟ هيك لازم أكون بحثي حتى يكون بحث صادق وبإخلاص. أكيد أكيد. من الأصل تبع هاي الكلمة، فليس فقط آدم هو كلمة الله إذا كنا أخذنا نفس المقياس، لكن إذا كل الخليقة كلمة الله. وأيضا استاذ نزار، يعني هل الله فقط تكلم بالخلق؟ يعني هل هو كلمة الله لأنه الله تكلم بخلقه وهل الله باقي الوقت هو صامت، أما الله يتكلم دائما؟ وهي فكرة يمكن تغيب عن كثيرين السيس نزار، أنه إلهنا ليس إله صامت. إذا خلقني أنا أعبر عن نفسي بالكلمات، هل هو لا يعبر عن نفسه؟ هل هو لا يريد التواصل؟ هل هو لا يريد أن يتكلم معي أنا بالذات؟ مش يتكلم مع البشر كلها، هو يريد طبعا، لكن أنا بالذات كشخص كإنسان لا يريد أن يتكلم معي. فهي الفكرة أعتقد تكون غايبة، أنه إلهنا أيضا إله شخصي علاقاتي، يريد عمل هاي العلاقة، لأن هو بطبيعته عنده كلمة. قبل الخلق مع مين كان يتكلم؟ قبل الخلق مع مين كان يتحدث؟ مع مين كان يسمع؟ هل كان صامت وخلق الملائكة اللي يتكلم؟ طبعا حاشا، لكن الله من البدء عنده كلمة، ومن البدء هو روح. فهو عشان هيك احنا نؤمن بالثالوث، لأنه الله له كلمة، ناطق بكلمته وحي بروحه، وهذا هو الثالوث الذي احنا نؤمن فيه، ذو جوهر واحد. بعد إذنك قسيس شادي راح ناخذ مكالمة. أوكي، مكالمة من الأخت نهال. أهلا وسهلا أخت نهال، أنت معنا على الهواء.
برحب بحضرتك يا قسيس نزار، سلام ونعمة، وبرحب بحضرة القسيس شادي، رب يبارككم على كل كلمة قلتوها لتوضيح أن المسيح هو كلمة الله. عندي الحقيقة تساؤلين أكيد هيكون الإجابة عليهم بسرعة. برضو حضرتك يا قسيس شادي قلت أن الله عارف منذ الأزل قصة الفداء، يعني عارف أن الإنسان هيخطأ وهيحتاج لمخلص، وعلشان كده جهز خطة محكمة لغفران الخطايا، وده كان عن طريق الرب يسوع الخالي من الخطية، لأن هو الوحيد اللي ينفع يعمل العمل ده. وإحنا كمسيحيين بنفهم ده إنه ده علم الله السابق، بس الإخوة الملحدين وغيرهم من الناس اللي لا يتقبلون هذا الفكر بيقولوا بما إن هو كان عارف يبقى العملية مجرد تمثيلية. فإيه رأي حضراتكم؟ والسؤال التساؤل الثاني، حضرتك قلت إن المسيح هو الأقنوم الثاني لله، فبرضو الملحدين والمعارضين بيقولوا لنا جبتوا اللفظ ده منين؟ لفظ الأقنوم مش موجود خالص في الكتاب المقدس، فأرجو التوضيح. وآخر حاجة للي بيهتموا باللغة العربية، كلمة الكلمة مؤنث، فكان مفروض يقول في البدء كانت الكلمة، ولكنه قال في البدء كان الكلمة، ودي إشارة للسيد المسيح إن المسيح هو كلمة الله. والرب يبارك. شكرا كتير أخت نهال، ربنا يباركك على هذه. تفضل قسيس شاهد شادي إذا بتحب تجاوب. قسيس نزار، أنا للأسف لم ما سمعت التليفون، فيعني ما أعرف. يعني السؤال الأول، يعني لما بنتكلم يعني في البدء كان الكلمة والكلمة صار جسدا، كتير بيسألوا طب هو يعني هاي مسرحية، هاي تمثيلية عم بيتكلم فيها المجتمع، ولا في الله هو العالم بكل شيء؟ لكن إذا عالم بكل شيء، طب يعني اللي عم بيصير هو زي كأنه مسرحية الله بحاول يتممها. شو رأيك في هذا الموضوع؟ طبعا لا، هذا ليس حقيقة، بدليل انه الله يريد ان يتواصل مع الانسان، لكن مشكلة الانسان انه هو اختار ان يبتعد عن الله. فعشان ارجع العلاقة مع الله انا لا استطيع ان افعل شيء، لن استطيع ان اصل الى الله، لكن الله يستطيع ان يصل الي، لانه هو غير المحدود وهو اللي خلقني، فهو يستطيع ان يصل الي، لكن انا لا استطيع ان اصل الى الله. لكن هل يعني بسمي انه اذا الله بين لي محبته، لانه انا ما بعد في خطاياي، المسيح جاء من اجلي، هل ابين انه هذا الموضوع انا يعني استهزئ فيه واعتبره مسرحيه؟ طبعا حاشا، لكن هاي محبه الله بينت انه هو اراد ان يتواصل معي. يعني اذا الواحد عنده ابن تايه عنه، ابن بعيد عنه، يريد دائما ان يتواصل معه، يريد ان يبحث عنه. هذا هو الهنا في المسيحيه قسيس نزار، إله يبحث عن الإنسان، لكن الإنسان بكبريائه لا يريد هذا، يريد أن يصل إلى الله، لكن يريد أن يصل إلى الله بطريقته، لكن الله بيقول له حاول وإذا قدرت كيلي. لكن الإنسان أثبت على مر سنوات وقرون طويلة أنه هو لن يستطيع أن يصل إلى الله. وأعتقد كل شخص فينا بأمانة لو فحص داخله، هل أنا مقبول أمام الله بأفعالي وأفكاري؟ أنا هو لو فحص نفسه أمام الله سيعرف أنه هو غير مقبول، عشان هيك ما عنده غير أنه يصرخ إلى الله ويقول له يا رب ارحمني، أنا الخاطي، أنا ما رح أقدر أوصل لك، لكن أنت بتقدر توصل لي. وهذا اللي عمله الله. الله جاء وتجسد وصار واحد منا وقدم نفسه عن من أجلنا على الصليب. آمين. وطبعا خلينا ندرك يعني شيء مهم، أنه إحنا منفكر ومنتحرك في نطاق الزمن، لكن الله غير محدود في الزمن. مكتوب عن محبة الله هي محبة أبدية، هي طبيعة الله منذ وجوده، هي طبيعته المحبة، أحبنا بغض النظر، هو الله محبة. شيء تاني، لما الله خلق الإنسان الخطية هي ضد الله، ضد الله الغير محدود، مش ضد شخص محدود، ضد الله الغير محدود. وطبعا الكاتب بطرس في رسالته يقول افتدانا قبل تأسيس العالم، والكاتب إلى العبرانيين الذي بروح أزلي قدم نفسه. وفعلا في أشياء رح نفهمها أكثر في الأبدية، لأنه صعب ندرك
محبة الله العجيبة، لا أعتقد أنه مسرحية الله يتلذذ بخليقته بيتمتع، ولكن من الأشياء الحلوة الله خلق للإنسان إرادة حرة، وهي الإرادة أنه الإنسان اختار، ولكن الله مع كل هذا والكلمة صار جسدا أخلى نفسه آخذا صورة عبد حتى يقدم الخلاص الكامل لكل البشر. طبعا كان سؤالها الثاني عن أقنوم، يعني أجاوب سريع، أقنوم هي مش كلمة عربية، كلمة سريانية بتتكلم عن شخص وملهاش تفسير بصراحة، ملهاش يعني تتكلم عن شخص متميز غير منفصل بدون امتزاج، يعني في تفرد في تميز بالأقنوم. فالآب ليس الابن، والابن ليس الروح القدس، اللي مات على الصليب هو الابن، والآب هو اللي اختارنا، هو اللي أحبنا، الروح القدس هو اللي بيقودنا، هو اللي بيسكن فينا. فهذا موضوع طبعا ممكن خصص له حلقة، ولكن أقنوم فيها تميز، وهذا التميز في الشخصية اللي بتخلي التالوت في جوهر واحد، ولكن كل شخصية لها كيانها ولها استقلاليتها. قسيس شادي، في أمامنا دقيقتين، احنا تتكلمت عن المسيح وتكلمت عن كلمة الله، إذا بدك تحتوي الموضوع عاوز توصلنا رسالة، إيه اللي ممكن تتكلم لأحبائنا المشاهدين في هذا الوقت؟ أهم شيء في هذا الموضوع السيس نزار مش فقط المعلومات، لأنه اليهود اللي كانوا معاصرين للمسيح كانوا يعرفوا كثير من المعلومات عن المسيح، لكنهم لم يقبلوا. والآن نفس الشيء، إحنا نواجه نفس المشكلة، إنه أنا بعرف معلومات عن المسيح لكن أنا لا أريد أن أقبله. فالقرار هو قرار القلب أكثر ما هو قرار العقل، لأنه المسيح يريد أن يصل إلى الجميع، وهذا اللي عمله. ما زال الآن المسيح يريد أن يصل إلى كل شخص من المستمعين، لكن هل أنا أريد أن أفتح له الباب؟ هل أنا أريد أن يصل إلي المسيح؟ هل أنا بدي يكون لهاي العلاقة، أعرف المسيح، أعرف من هو المسيح بالفعل كما أعلن هو عن نفسه، مش كما أريد أنا ومش كما سمعته من غيري، لكن كما هو أعلن عن نفسه. هذا القرار قرار شخصي، قرار شخصي، لن يستطيع أحد أن يجبرك عليه، لكن فقط اعرف من هو المسيح، ابحث عن المسيح. أعتقد السيس نزار أنه أهم سؤال يجيب عنه الإنسان في فترة حياته هو من هو المسيح، لأنه هذا السؤال لو جاوب عليه واقتنع بإجابته الحياة كلها راح تتغير. لأنه إذا المسيح كان كما أعلن عن نفسه أنه هو ابن الله اللي جاء من أجلي، فالحياة لن يعني مش مستحيل تبقى كما هي. لكن لو أنت ما زلت مقتنع أنه المسيح هو فقط نبي، افحص هذا الادعاء بما قاله المسيح عن نفسه في الكتاب المقدس، وأيضا اسأله شخصيا. يعني أشجع أي شخص، الله إلهنا يتكلم، إلهنا يصل إلى الآخرين، شجع أي شخص اسأل الله نفسه مين أنت، أعلن لي عن ذاتك، هل كما يقول المسيح؟ قسيس شادي، أزف الوقت، شكرا جزيلا. وأنا عارف إحنا عم نبحث في موضوع طويل وكبير منحاول نعمله في دقائق أو في ساعة، لكن ربنا يباركك ويبارك خدمتك. أنا بصلي إن اليوم يكون اعترافك أنت هو المسيح مخلصي، وأقبلك وأدعوك إلى حياتي، وهو بيسمع وبيستجيب وبيجي لحياتك. هاي صلاتي لك اليوم، والرب يباركك.